قرية ياسوف تبلغ مساحتها حوالي 6100 دونم حسب إخراجات التقييد اللي سجلت عام 38. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة في الداخل و 2500 في الخارج. تبعد عن مدينة نابلس 17 كيلو، مركز مدينة نابلس. تبعد عن سلفيت 7 كيلو. طبعا احنا بنكون على جنوب مدينة نابلس وشمال مدينة سلفيت. ياسوف بلد قديم جدا وعرفت منذ كتب التاريخ، ذكرت في كتب التاريخ مثل كتاب ياقوت الحموي وكتاب معجم ولدان لياقوت الحموي وبلادنا فلسطين الدكتور مصطفى الدباغ. ياقوت الحموي ذكر انها مدينه رومانيه لها 7 ابواب، كانت تعرف باسم تفوح او وادي التفاح لكثره التفاح فيها. كان في اسم تطور يوناني ييشب، وهو اسم يوناني تطور فيما بعد لقرية ياسوف، يقال أن النبي يوسف مر بها حتى تتحول لاسمها ليسوف. نسبة التعليم حاليا في ياسوف من النسب المرتفعة جدا، والأهالي مهتمين في التعليم بتوقع أنه يعني كان نظيرها. إذا قلت لك أنه في عنا حاليا في عدد سكان ياسوف 2000 نسمة، أكثر 150 شاب وشابة بيدرسوا في الجامعات. قرية ياسوف لحد سنة في الثمانينات، يعني خلينا نقول من صوت تفوح بين 78، انقطعت موضوع الحبوب، لأنه كانت زعترة ومنطقة فيها منطقة زعترة منطقة سهلية، كانت تزرع بالحبوب، كان اعتماد الناس تقريبا فوق 60% على الزراعة. زراعة الحبوب والزيتون. حاليا الزيتون المنطقة اللي حكيت لك عنها وفيرة تراجع إنتاجها، منطقة الحبوب انقطعت، حاليا الناس بيعتمدوا في قريتنا القطاع الأوسع على الوظائف الحكومية. بظل قطاع العمال اللي بيقدر يشتغلوا في داخل الخط الاخضر اقليه، اللي بيقدر يحصل على تصريح عمل محدوده جدا، يمكن فيش في كل ياسوف 20 تصريح. في وسيله ابتكروها لتصريح التجاره يحاولوا يدخلوا، بظل عدد محدود. تشتهر بينابيعها ومنطقة الخضراء اللي فيها حوالي 70 دونم أرض مروية، فيها نبعين مياه في المنطقة هذه. كانت 4 ينابيع، في نبعين بسبب الاحتلال وسحب المياه من فلسطين خفت المياه فيهم وانقطعت، ظل نبعين متواجدات ومعدل إنتاج تقريبا 180 كوب في اليوم. الناس كانوا يعتمدوا عليها كثير، كانت كل الكرة المحافظة في لحد الثلاثينات يعني القرن الماضي يستغلوا النبيعة هذه. كان فيها مغطس، يجوا في الكرة المجاورة يجيبوا أغنامهم للعلاج من أمراض الأغنام. Thank you.
كنا قبل يعني العرس حتى احنا يعني لحد الان يعني مترابطين في ايام زمان، بنذبح مثلا ليله الحنه بنذبح وبنعشي جميع الضيوف اللي بيبقوا عندنا والاهل البلد، وثاني يوم بنعمل زفه للعريس وبنغدي جميع البلد والضيوف اللي بكوا جايين علينا وبنزف العريس، يعني بعدنا يعني زي زمان. كانت البلد هان جميع يعني الارض تلاقيها جميعها مزروعه، الجناين هين تلاقيها جميعها في الايام هاي جنه تبكى، يزرعوا مثلا ملوخيه في جيل بندوره باذنجان كوسا اي شيء يعني نزرع. كنا مثلا نسرح من الصبح من الاذان بعد الاذان بشويه ونحصد طول النهار، ما نروحش في الظهر على البيت، نضل للمغرب نحصد وربكوا هالرجال يرودوا ويغنوا طول الوقت، وبعدين ينكلوا القمح الكش اللي نحصده ينكلوه على اللي بعد عنك على البغل على الحمار عايشه في كوادي بنعملهن وينكلوهن على البلد. وندرس ايام قبل كانوا يدرسوا على اللي على شو اسمه اللي على البيدر في اللوح، ايوه انا بدي اقولها على اللوح بكم خزك وندرس على اللوح. بعدين تطورنا شوي صرنا على الدراسه، صاروا يدرسوا على الدراسه بدون تدرى، يدرسوهن ويجوا رجال يتجمعوا 10 5 6 زلام وذروا القمح، واحنا كنا نقطف القمح من قدامهم في الغرابيل وفي المكاطف ونصف القمح ونفوتوا على الدور ونتبن جميعنا يعني مع بعض النسوان، لما يصير التبن نعاون بعضنا، كنا وحتى في الحصيد نعاون بعض، في الزيتون نعاون بعض، لحد الآن الحمد لله احنا يعني مترابطين في البلد هان وبنعاون بعضنا بكل شيء.